في يوم من الأيام جابوا مجرم محكوم عليه بالإعدام وقالوا له إحنا هنعدمك بطريقة مختلفة، هنوصل خراطيم بجسمك وهنصفي دمك نقطة نقطة لحد ما تموت. وفعلا قعدوه على كرسي وكتفوه كويس، وبعدين وصلوا جسمه بخراطيم وغموا عينيه وبدأ يسمع صوت نقط الدم وهي بتخرج من الخراطيم المتوصلة بجسمه وبتنقط على الأرض نقطة نقطة. وبعد حوالي ساعتين مات المجرم، بس المفاجأة إن الخراطيم المتوصلة بجسمه ما كانتش بتسحب من دمه ولا أي حاجة، وصوت النقط اللي هو كان سامعها دي وهي بتنزل على الأرض كان صوت حنفية، حنفية عادية بتنقط مية. لكن عشان الشخص المحكوم عليه بالإعدام ده صدق إن دمه بيتصفى وإنه خلاص هيموت مات. وده علمنا درس مهم، درس مهم جدا يا أستاذ جمال، إن مخنا ما بيعرفش يفرق بين الوهم والحقيقة، وإن الحاجة اللي إحنا مصدقينها قوي جسمنا ومشاعرنا بتتعامل معاها على إنها واقع حتى لو كانت مجرد خيال. في الحقيقة حكايتك بالنسبة لي مش حكاية واحدة، دول حكايتين مش قادرة أحدد مين فيهم الصح. حكاية منهم أنت فيها ضحية ومراتك وباباها وحشين، والحكاية دي أنت مشارك فيها بالمسؤولية طبعا، مسؤولية أنك كنت متساهل متسامح جدا لدرجة مش صح، ما تزعلش مني، سبت الأمور كده تفرط من إيدك زي ما بيقولوا من غير ما حتى تاخد موقف حاسم من البداية لحد ما الموضوع باظ وخسرت كل حاجة. والحل الأنسب في الحكاية دي هو رجل قانون ويكون ثقة عشان يساعدك تلحق نفسك وتاخد حقوقك اللي راحت. وإحنا من ناحيتنا عملنا المداخلة دي، وأكيد حضرتك سمعت كل اللي اتقال وياريت تعمل بيه. حكاية تانية أنت فيها ضحية برضو، بس المرة دي ضحية نفسك، واسمح لي أقولك أوهامك اللي عملت حواليك تفاصيل أصعب بكتير من الموجودة على الأرض الواقع دلوقتي، جايز يكون فيها جزء من الصح، مش هقول لأ مش هقول لأ، لكن حضرتك سبت نفسك تبالغ وتضخم في التفاصيل لحد ما عملت جواك وحش عمال ياكل في صاحبه اللي هو أنت. والحالة في الحكاية دي عند دكتور نفسي، لازم تروح له عشان يسمعك ويساعدك. سمعت معانا كلام دكتور مصطفى في الفقرة اللي فاتت، وسمعت كمان المداخلة القانونية، وكلمت مع حضرتك دلوقتي وسمعت كلامي. هستنى منك رسالة جديدة تطمني فيها عملت ايه، هستنى من كل اللي اتفرجوا علينا وسمعوا قصة أستاذ جمال، احنا بنحبكم تشاركوا معانا، بنحب نسمع آرائكم، وبدأتوا تزعلوا ان احنا ما بقاش في قصص كتير وان احنا بنحاول ان احنا نرتاح شوية بس ناخد كل القصص على قد ما نقدر، فساعدونا ونساعد بعض كلنا وبعتولنا على فيسبوك وتويتر وإنستغرام وواتساب، قولولنا أستاذ جمال يعمل ايه وشفتوا الكلام ده في الحقيقة ولا لأ. نتقابل تاني في قصة حقيقية. باي باي.